واعتقد ان الصراع سيكون قوي جدا بين هذه الانديه. بالتاكيد الفوز بالبطوله هو حلم جماهير الانديه الكبرى في القاره السمراء لبدء مرحله جديده من كتابه التاريخ والوصول الى مونديال الانديه ومواجهه اكبر الانديه العالميه، خاصه ان التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا هو هدف الكبار دائما. بالتاكيد كل فريق بيتمنى استعاده البريق على المستوى الدولي من خلال هذه البطوله اللي بيتم متابعتها من ملايين المتابعين على مستوى العالم وليس في افريقيا فقط. البطوله الافريقيه ليها ذكريات كبيره مع النادي الاهلي، فقد فاز النادي الاهلي بثمانيه القاب كما قلنا. الافراح بتسيطر دائما على الجماهير الحمراء في كل مره، وانا كان ليا الشرف ان انا حضرت كم بطوله من البطولات ديت فوزنا بيها، وما يعني مش عايز اوصف لكم الفرحه بتبقى شكلها ايه. احنا بنبقى فرحانين من جوانا بطريقه رهيبه جدا، الجمهور نفسه بيبقى فرحان ان انت ملك متوج على قاره افريقيا. وفعلا زي ما سمعنا من كتير، فرحه الاهلي هي فرحه المصريين، بتشوف مصر كلها بتفرح لما الاهلي بيصل لمنصه التتويج الافريقي. طبعا الجمهور كله منتظر بكره المباراه المهمه للاهلي امام الوداد، طبعا مباراه بين كبيرين في القاره الافريقيه، فالاهلي صاحب الارقام القياسيه في كافه البطولات التي يشارك فيها.